الحديث جرى، كل الأشياء التي قيلت في مطالعة الادعاء العام هو اجتهاد، بس أن يقال اغتصبت امرأة عراقية صدام حسين رئيس دولة، لا يمكن أن أسكت على هذه وأنا حي وأبلغها إذا مت، إن هذا الذي يقول إن لم يثبت فهو خصم صدام حسين وأطارده بالليل وبالنهار من هنا ومن خارج هذا المكان، لأنه مو صدام حسين اللي يقبل تغتصب العراقية ويضل بالسلطة. هاي مسألة يرفع راسه وشارك. وين شرف صدام حسين اللي يقبل هذه؟ زمان صدام حسين يغتصب الفرديات ويغتصب صدام حسين من رب شوارب ويحكي في المعاني العالية.